هذا يسأل يقول: حصل إذا حصل خلاف وتقاطع بين أخوين من أهل السنة ثم صار بينهم إصلاح أو صلح، يقول واحد منهم أعفو عني أو أعفو عنه ولكن لا أنسى، هل هذا أمر جائز؟ ما فائدة الصلح والعفو إذا كنت لا تنسى؟ ما فائدة عفى الله عما سلف؟ ما فائدة لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم؟ فإن كنت قد أصلحت وعفوت فلا داعي لأن تظلم أخاك فتقول هذه العبارة لا أنسى، هذا من ظلمك له وعدم عفوك له. أو هذه القضايا بارك الله فيك تبقي حزازات في النفوس، تبقي الحزازات في النفوس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يا أخي بارك، اتركوا هذه الحزازات واتركوا مثل هذه الألفاظ التي لا تربي إلا الضغائن. يا إخوتا، هذه الدعوة المباركة، الدعوة النقية السلفية المباركة التي عم نفعها أرجاء الأرض، لا تقوم على التشاحن، لا تقوم على التباغض، لا تقوم على مثل هذه الأمور الدنيئة، إنما تقوم على الأسس الصحيحة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصار عليها من بعده الصحابة وأئمة الهدى والدين في تآلف وتكاتف واجتماع على الحق وبالحق، ينصح بعضهم بعضا ويؤالف بعضهم مع بعض ويعين بعضهم بعضا بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. إذا كان قد انتهى الخلاف الذي بينكما، ما داعي أن تقول، ما الداعي لأن تقول لا أنسى؟ إذا كنت أنت لا تنسى فهو كذلك لن ينسى، حتى هو يقول أنا أعفو ولكن أيضا لا أنسى، لا أنسى. ما فائدة العفو والصلح إذن؟ هل تريد أنك يعني ترفع هذه القضية لما قد يحصل فيما يأتي ويستقبل من الأمور فتؤجج أنت كنت قد فعلت وأنت لم؟ ما هذا؟ يعني إيش الأخلاق هذه؟ لا أدري، لا أعرف صلة لهذه الأخلاق الدنيئة بالسنة والسلفية يا إخوة، لا صلة بهذه الدناءات بالدعوة، لا صلة لها. ما أدري ما هذا البلاء وهذا الوباء الذي بدأ يتغلغل وينتشر في أوساط بعض الناس، ثم ينسبون إلى هذه البلايا والخزايا إلى الدعوة السلفية. والله وبالله وتالله ولا أكفر عن هذه اليمين، ليست هذه أخلاق أهل السنة، ولا هي من صفات الحاملين للسنة، ولا هي على طريقة هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في شيء. يا إخوة كفانا، كفانا بارك الله فيكم، كفانا لا ننسب أفعالنا الشنيعة والقبيحة وهذه المؤامرات والتآمرات بارك الله فيك إلى الدعوة السلفية، والسلفية بريئة من مثل هذا. لا يعني ما ما, ما ماذا نقول بارك؟ ماذا يقال أكثر من هذا؟ هل لا دللت على مثل هذه القذارات وهذه الأحقاد والضغائن البائتة؟ هل لا دللت عليه مما يدل على هذا من من الوحيين؟ عندك أدلة على هذا بفقه سلف الأمة؟ هل عندك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا البلاء الذي أصيبت به الدعوة؟ لا يمكن أن يأتي هذا البلاء وتنتشر هذه الأدواء إلا بسبب أنك تسمع للسماعين الذين لوثوا هذه الدعوة
المباركة، واندسوا بين أوساط أهلها، فشغبوا وشوشوا وأهلكوا وتجاسروا على أهل العلم وتطاولوا على النصوص، بل لا صلة لهم بقواعد أهل السنة. هذه فتن قائمة لا عقل فضلا عن المحاكمة إلى النصوص، فضلا عن اعتبار القواعد الشرعية. ما هذا الذي يجري؟ بارك الله فيك، ما هذا؟ لما تكلم شيخ الإسلام رحمه الله وغفر له، هذا الإمام المبجل، لا أدري صلة الناس بأئمة السنة هؤلاء فين؟ إيش الصلة هذه؟ صلة منقطعة مقطوعة من كثير منهم. تكلم رحمه الله في الاستقامة وغيره، حتى في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فيما يتعلق بالأمر والنهي، أن هذا يقوم على ثلاثة أمور: العلم. فلا يمكن أن تأمر أو تنهى إلا أن يكون عندك إيش؟ العلم. بماذا يبنى؟ على الوحيين، على الوحيين بفقه سلف الأمة. العلم قال لا يمكن لك أن تقوم به إلا بالعلم لأن تأمر به. والأمر الثاني الرفق، يكون مع العلم على بالأمر بالعلم أن يكون معه الرفق بالمأمور به. وأما الثالث قال فهو الصبر، فأن تأمر بعلم وأن تترفق بالمأمور به وأن تصبر عليه. لا أدري ما صلة الناس بمثل هذا، أين هم من مثل هذه التقريرات؟ ثم يأتي أحد حصلت خصومة، وغالب الذي يجري حظوظ نفس، ما سلم، ما قال، ما دعاني، ما راح معي، ما جاء معي، سفسطة وخذلان وتخاذل وبلاء. يا أخي راجع نفسك، قيم أمرك، أصلح شأنك. لا بد أن تطهر هذا القلب من الأدران والأوساخ والنجاسات. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.